ومن مسائل المسح على الخفين أن يمسح عليهما في المدة المعتبرة شرعا، المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، لحديث علي عند مسلم: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. ليس المقصود كما يتوهمه عموم الناس، ليس المقصود من ذلك أنه يمسح 5 فروق إذا كان مقيما، هذا خطأ، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه يمسح المقيم، يمسح 24 ساعة بقطع النظر عن الفروض، بقطع النظر عن الصلوات، ويمسح المسافر 72 ساعة، يعني 3 أيام بلياليهن. يتضح هذا بالمثال. تصور لما أتيت محدثكم، لما أتيت ولبست الشراب على وضوء، أتيت إلى صلاة الجمعة، الشراب لبستها وأنا على هذه الطهارة لما حضرت للخطبة، صليت بهذا الوضوء وعلي الشراب، لما جاء وقت العصر قد أحدثت، خرج ريح أو بول أو ما شابه ذلك. هنا لما أردت أن أمسح، أردت أن أمسح مثلا في 3:30 من يوم الجمعة. متى يبدأ المسح؟ من 3:30 من يوم الجمعة، ويستمر بالمسح إلى 3:30 من يوم السبت، 24 ساعة. والحكم في المسافر كالحكم في المقيم، 72 ساعة. تصوروا لما حضرت إلى الجمعة وأنا على وضوء ولبست الشراب، لما أتى وقت العصر ما أحدثت، أنا لم أحدث، بقيت على طهارتي من حين ما حضرت إلى الجمعة، فلما جاء وقت العصر ما أحدثت، وإنما لما أتى وقت المغرب 5 أحدثت، أريد أن أمسح في 5، فمسحت في 5 أو في 5:15، يبتدأ المسح لي من 5 من مغرب يوم الجمعة إلى 5 من مغرب يوم السبت، ما أنظر إلى وقت اللبس، لا. والمقصود من المسح ابتداء المدة للمسح من المسح بعد الحدث. أرجع المثال بصورة أخرى، المثال السابق، تصوروا أتيت إلى الجمعة وأنا لبست الشراب وتوضأت، لما جاء وقت العصر أنا لم أحدث، لكن أردت أن أجدد الوضوء، أنا على طهارة سابقة، على طهارة من صلاة الجمعة، لكن أردت أن أتوضأ. لو أنني صليت بوضوء الجمعة لا إشكال في ذلك، لأنني على طهارة سابقة لم ينتقض وضوئي، لكن قلت أتوضأ لأن الوضوء فيه خير وفائدة، أن يتوضأ المسلم لكل صلاة، فقلت أتوضأ، لم أتوضأ لأنني محدث، لا، إنما توضأت من أجل ثواب من توضأ لكل صلاة فرض. توضأت في 3:30 وضوء تجديد، فلما جاءت 5 مغربا من يوم الجمعة وكنت قد أحدثت، هنا يبدأ المسح لي من 5 من مغرب يوم الجمعة إلى 5 من مغرب يوم السبت. تصوروا يا إخوان، لو أنني لما حضرت إلى الجمعة وقد توضأت ولبست الشراب، مر بي وقت العصر ولم أحدث، مر بي وقت المغرب ولم أحدث، مر بي وقت العشاء ولم أحدث، يعني أنا على وضوئي من يوم الجمعة. هذا كمثال. نمت، فلما قمت بالليل أو قمت لصلاة الفجر مثلا في 5 فجرا، الشراب علي من حين ما أتيت لصلاة الجمعة، لكن لم أحدث، استمريت العصر والمغرب والعشاء، الآن نمت، النوم ناقض للوضوء، أحدثت. هنا لما جاءت 5 فجرا من يوم السبت، مع أن لبست الشراب من حين ما أتيت للجمعة، جاءت 5 فجرا من يوم السبت مسحت، المسح هنا على حدث، يستمر معي المسح إلى 5 فجرا من يوم الأحد، ولعل الصورة اتضحت إن شاء الله تعالى. وكذلك الشأن في المسافر، ما يأخذه المقيم يأخذه المسافر.